several leaders recently, and I've had calls with others. It's been an incredibly productive day. ولدي فرصة لألتقي العديد من الزعماء مؤخرا، وأيضا تحدثت مع آخرين عبر الهاتف. لقد كان يوما مثمرا جدا هنا، ولقد التقيت لتو مع الرئيس أردوغان رئيس تركيا، وكان لدينا لقاء مثمر وإيجابي، ومعظمه طبعا كان واحدا لواحد. تحدثنا بالتفصيل عن كيفية مواجهة العديد من القضايا وكيف ننتقل إلى الأمام. فبلدانا لديهما برامج كبيرة وفريقان سيستمران في المحادثات، وأنا واثق بأننا سنحقق تقدما حقيقيا بين تركيا والولايات المتحدة. والآن أود أن أشكر طبعا الأمين العام ستولتنبرغ لقيادته لقمة نيتو الناجحة جدا. وبعد المحادثات، محادثات اليوم بين الدول الثلاثين، قلت بأننا نواجه أزمة إنسانية كبيرة وأيضا تهديدا للمبادئ الديمقراطية التي توحد تحالفنا وتزيد الضغوط علينا داخليا وخارجيا. روسيا والصين طبعا تريدان أن تحدث شرخا في تضامننا، ورأينا أيضا العديد من الهجمات السيبرانية الخبيثة، ولكن تحالفنا لا يزال ذا دعامة قوية، وأمننا المشترك يمكن أن يستمر في البناء عليها. وأنا أوضحت بكل تأكيد بأن التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة من معاهدة الناتو قوية وصلبة ولا تهتز، وأيضا هو التزام مقدس بالنسبة إلينا. الناتو يقف كله معا. هذا بهذه الطريقة واجهنا كل التحديات في الماضي، إنه قوتنا، ومع واجهة التحديات المستقبلية وهناك العديد منها. والجميع في تلك الغرفة فهموا طبعا تقديرنا المشترك وبكل صراحة بأن الولايات المتحدة عادت. تحدثنا عن التحركات العدوانية لروسيا ضد الناتو وضد أمننا المشترك، ولهذا فإنني التقيت مع بوكارست 9 قبل القمة، واليوم أيضا قابلت الدول البلطيق الثلاثة إستونيا وليتوانيا ولاتفيا، وتشاركت معهم وقلت لهم بأنني ما سأقوله للرئيس بوتين هو أنني لا أتطلع لنزاع مع روسيا، ولكننا سنرد إذا استمرت روسيا في هذه التحركات والنشاطات، ولن نفشل في الدفاع عن حلف الناتو، فنحن نقف من أجل مبادئنا الديمقراطية كحلفاء. أيضا أكدنا التزامنا واستمرارنا في دعم سيادة تركيا ووحدة أوكرانيا ووحدتها. وطبعا سنتحدث عن الرادع النووي والاستقرار الاستراتيجي، وكان هناك إجماع قوي بين الزعماء في الغرفة في ذلك الاجتماع بشأن أفغانستان. فقواتنا ستعود إلى البلد، ولكننا اتفقنا بأن التزامنا الدبلوماسي والاقتصادي تجاه الشعب الأفغاني ودعمنا للجيش وللسلطات الأمنية في أفغانستان ستدوم. وأنا رحبت طبعا شركائنا الذين أدركوا بأن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تستمر لنضمن بأن أفغانستان لن تكون مرة أخرى ملاذا آمنا لهجمات ضد بلدنا، وحتى مع طبعا قضائنا على الشبكات الإرهابية في إفريقيا والشرق الأوسط. وأنا طبعا سعيد جدا وممتن بأننا كتحالف فإننا قد وضعنا خطة حتى نواجه التحديات التي نواجهها اليوم وحتى في المستقبل، ليس الأمس. الناتو أجندة 2030، واتفقنا على أن نقوي ونعزز تلك الأجندة أو ذلك البرنامج. آخر مرة وضعنا خطة كانت في 2010،
حين روسيا كانت تعتبر كشريك والصين لم تكن تذكر حينها. تحدثنا عن التحديات المنهجية التي تمثلها الصين لأمننا المشترك، واتفقنا بأن نفعل أكثر لتعزيز صرامة بنيتنا التحتية في العالم، ومن ضمنها الاتصالات وسلسلة الإمدادات وشبكات الطاقة. واتفقنا على تعزيز تعاوننا مع شركائنا الديمقراطيين في منطقة المحيط الهادي والهندي لمواجهة التحديات هناك، كما اتفقنا على سياسة دفاع سيبرانية، وهي الأولى للناتو بالنسبة خلال 7 سنوات، لنعزز تعاوننا لمهاجمة مواجهة الهجمات ضد شبكاتنا وبنيتنا التحتية الأساسية. واتفقنا أيضا على وضع خطة للأمن، وقبل سنوات لم يعتقد الناس أننا لنقوم بذلك، ومن وضع منشآت للناتو مواجهة أيضا التغير المناخي الذي طبعا يهددنا أيضا ككل. وأخيرا اتفقنا على إحدى المهمات المشتركة بيننا بتقوية ديمقراطياتنا، وقلت بأننا علينا أن نظهر لشعوب العالم ولشعوبنا بأن الديمقراطية يمكن أن تنتصر ضد تحديات وقتنا وزمننا وتسد حاجيات بلدنا ببلداننا. علينا أن نحارب الفساد، فهذا ما يقوينا ويحمينا ضد أولئك الذين يريدون قسمنا أو تقسيمنا، والاستثمار في تعزيز المؤسسات التي تحمي ديمقراطيتنا ومبادئنا، وأيضا حماية حرية الصحافة والقضاء. كل ذلك كان على البرنامج. هذا ما نؤكد من خلاله لدول العالم بأننا يمكن أن نواجه تحديات العالم ونحقق تطلعات وحاجيات شعوبنا. هذا طبعا سينظر فيه بعد 25 سنة، ما إذا كنا قد وقفنا لنواجه التحديات، لأن هناك الكثير من الأنظمة الاستبدادية التي لا تريد أن ننجح، وخاصة في هذا العالم المعقد. وأقول بأننا سنبرهن بأننا كنا على حق، وسأخذ بعض الأسئلة. لقد ذكرتم لقاءكم مع بوتين وأنكم ستتحدثون عن العدوان الروسي. قبل ذلك اللقاء، هل على الناس في الولايات المتحدة أن لا يتوقعوا كثيرا من هذه القمة؟ وهل يمكن أن تقول كيف سيكون اللقاء ناجحا، وما هي التنازلات التي تنوون الحصول عليها من الرئيس بوتين؟ لقد التقيت من الرئيس بوتين في السابق، ماذا تعلمتم عنه، وكيف ستقاربون هذا اللقاء معه، وخاصة مع هذا الذي شغل في الكي جي بي والذي قلت بأنه ليس لديه روح؟ أقول لك حسنا، لقد كنت أقوم بهذا الأمر ولوقت طويل، وسأستمر في القول بذلك. طبعا أنا لا أريد أن أقول بأنني سأتحدث وخاصة أمام الملأ وأمام خصم ومنافس، ويمكن أن يكون منافسا أو خصما. إذن آخر شيء أقوله هو أن أشرح لكم ما سأقوله، ولكن أؤكد لكم بأنني سأوضح للرئيس بوتين بأن هناك مجالات يمكن أن نتعاون عليها إذا اختار ذلك، وأن إذا لم يختر أن يتعاون وتحرك بطريقة التي تحرك بها في السابق فيما يخص الأمن السيبراني والنشاطات الأخرى، فإننا سنرد، وسنرد طبعا بكل تأكيد بالطريقة الملائمة. طبعا نحن سنبحث عن مصالحنا المشتركة ومصالح العالم وكيف سنتعاون، وسنرى إذا كان يمكن أن نفعل ذلك، والمجالات التي لا نتفق عليها سنوضح لهم الخطوط الحمر. فأنا التقيت فيه في السابق، نعم إنه ذكي
وهو قوي وأنا وجدت بأنه كما قلت بأنه طبعا خصم عنيد ولكن الحقيقة بأنني سأكون سعيدا بأن أتحدث بعد اللقاء عما تحدثنا وليس قبل ذلك. Nancy Cordes, CBS. Thank you, Mr. President. I also have two questions. لدي أيضا سؤالان بشأن فلاديمير بوتين. الأول: زعماء العالم الذين قابلتهم في هذا الأسبوع، هل عبروا عن قلقهم بشأن الرئيس بوتين؟ وقالوا بأنك ربما ستكافئ الرئيس بوتين بلقائك هذا؟ ما هو سؤالك؟ أو سؤال ثاني؟ السؤال الثاني: ماذا سيعني لو أن أليكسي نافالني مات في السجن أو قتل؟ ماذا سيعنيه هذا بالنسبة إليكم؟ كل زعيم في العالم موجود هنا كعضو في الناتو تحدث اليوم، ومعظمهم شكروني لاجتماعي مع بوتين الآن. كل واحد منهم شكرني، وأعتقد بأن هناك ربما 10 أو 12 قالوا بأنهم سعداء بأنني سأفعل هذا وبأنني سأقوم بهذا الأمر، وأنا اعتقدت بأن هذا ملائم جدا، ومحادثاتي معهم كانت وعلى الملأ. قلت لهم ما هو مهم بالنسبة إليكم وماذا يعتقدون بأنه ليس مهماً. إذن الأمر المثير للاهتمام هو أنني أعرف، وأنا هنا لا أنتقد الصحافة، وأنا أعني هذا، أنا لا أنتقد، ولكن عموماً أنتم ربما حكمتم مسبقاً. هل ليس هناك أي شيء يقول بأن هذا ربما ليس مبكراً بما يكفي؟ الجميع الذين تحدثت معهم البعض ليس البعض منهم، ولكن زعماء الرؤساء طبعا لا يمكن أن يقفوا أمام زعماء آخرين ويقولون بأننا سعداء لأنكم تقومون بهذا. إذن هناك إجماع، وهم شكروني لأنني مستعد للحديث معهم بشأن الاجتماع وماذا سأنوي أن أقوله للرئيس بوتين. طبعا لم أجد أي اعتراض، ولكن كما قلت ليس في الاجتماعات التي أقمتها لم يكن هناك أي اعتراض. أما بالنسبة نافالني وموته، هذا سيكون مؤشرا آخر بأن روسيا ليس لديها رغبة أو لديها رغبة قليلة في احترام حقوق الإنسان الأساسية، وسيكون هذا مأساة، وهذا سيضر بكل تأكيد علاقة روسيا ببقية العالم في رأيي ومعي. If you don't mind, I'm asking a second question. Do you believe if he does agree to cooperate, then what kind of a challenge do you find yourself in? How would you ever trust him? And if Ronald Reagan said trust but verify, what do you say to Vladimir Putin? Answer the first question. أنه إذا وافق على التعاون ستجد نفسك في وضع انعدام للثقة، وماذا ستقول له؟ الإجابة على السؤال الأول: أنا أضحك أيضا. لقد أوضح بوتين الإجابة هي أعتقد أنه أقر في الماضي أنه كانت هناك أشياء ما كان سيفعلها. عندما سئلت هذا السؤال بكل صراحة لا أعتقد أن هذا يهم كثيرا، ونحن على أبواب الاجتماع. السؤال الثاني فيما يتعلق بالتعاون في ظل انعدام الثقة، أتحقق أولا ثم أثق. كل شيء يجب أن يبدو وأنه يحدث،
المسألة لا تتعلق بالثقة وإنما بالموافقة. عندما تكتب معاهدة مع خصومك لا تقول أنا أثق، ولكن تقول هذا ما أتوقعه، وإذا انتهكتم الاتفاق فإن الاتفاق أصبح لاغيا. وأنا آمل أن الرئيس بوتين يصل إلى قناعة بأن هناك مصلحة من ناحية مصلحته الشخصية في تغيير نظرة العالم له من ناحية هل هو سينخرط في سلوك يتماشى أكثر مع ما يعتبر بأنه سلوك مناسب من جانب رئيس دولة. واشنطن بوست. شكرا سيد الرئيس. هنا في هذا الاجتماع وخلال اجتماع مجموعة السبعة قلت عدة مرات أن أمريكا عادت إلى جانب حلفائها، ولكن الكثير من هؤلاء الحلفاء كان لهم موقف من أحداث السادس من يناير، ولازال لهم هاجس من سيطرة الرئيس ترامب على الحزب الجمهوري. ماذا قلت لهؤلاء القادة حول هذا الموضوع، وكيف يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يحترم التزامات الولايات المتحدة في المستقبل؟ ما أقوله لهم هو my commitments when I say it. I'm not making any promises to anyone that I don't believe are overwhelmingly likely to be kept.